بعدين بنلاقي لها اشكال كده مضطربه لحد ما نجدها في رساله من رسائل اخوان الصفا عنوانها حتى لطيف كده، اظنها الرساله 52: كيف نضد العالم باسره؟ يعني ازاي ان احنا البشر دول او اللي كاتب واللي بيقرا احنا صوره لكل الكون، وان اي حاجه في الكون هي المقابل للي في الانسان، والعكس بالعكس، انه هذا الكون هو انسان كبير، وهذا الانسان هو عالم او كون صغير. ولم نعرف اسماء الاشخاص اللي كتبوا هذه الموسوعه لانهم اخوانيه، المسيحيه ايضا فيها اخوانيات كثيره، واليهوديه ايضا فيها الاخوانيه الاسينيه. ايه الاخوانيه الاسينيه؟ اولا ضبط دلاله كلمه اسيني، اسن واسينيين، شيء عسير جدا. ناس يقولون ان دي كلمه جامده غير مشتقه من شيء، واصلها او معناها او دلالتها الناس المتطهرين، الناس الانقياء. راي تاني يقول لا، ده هي كلمه يونانيه معناها الاتقياء. حد تاني يقول لا، دول يهود وبالتالي لازم نبحث عنهم في العبر، فيشوفوا تشابهات بين لفظ أسيني أو أسينيين وألفاظ كتير، ويقعدوا يرصدونا المعاني دي، وتكون النتيجة إن احنا ننشغل بالمعنى اللغوي للاسم عن فكر هذه الجماعة، أو بيحصل كده. بيحصل كمان شيء آخر، إنه الأسينيين نفسهم ما كانوش بيقولوا ان هم اسينيين. يعني ايه؟ عشان نقرب المعنى للاذهان، اخوان الصفا دول قريبين مننا، ما بقالهمش الا 1000 سنه بس. على فكره هم نشأوا في مصر هنا، عارفين كده؟ ما هو دول فلاسفه الاسماعيليه لا دوامات التدين بقى، عشان فيها شرح طويل في الحته دي، مش عايز اطلع عن الموضوع. انه يعني ما فيش حد هيبقى قاعد لك في كافيه ويقول لك انا من اخوان الصفا، هو مش كده. فالاصل في الاخوانيه انه عضو الجماعه دي بيتخفى. المفروض ان اعمل التليفون سايلنت، ازاي يرن؟ طب اللي ناسي زي كده يعمل تليفونه سايلنت، يعمله بقى عشان ما يقطعناش تاني. فهم مش دايرين بإشارة كده بتقول للناس احنا أسينيين، لا. اللي حصل انه في بعض الجماعات اليهودية او الافراد او العائلات اليهودية شافت في القرن الأول قبل الميلاد إنه الديانة اليهودية اتغربت، صارت يونانية. ليه؟ لأن اليونانية في الوقت ده كانت هي لغة التفكير ولغة العلم ولغة المعرفة، والحياة اليونانية محمولة على التوسع طبعا اللي قام بيه الاسكندر والبطالمه في مصر والاعتداء. فبقى زي ما حصل هنا، احنا لما نمسك مثلا شخصيه زي كليوباترا ما نبقاش عارفين نفصل قوي الجزء اليوناني فيها من الجزء المصري. هو ده كان طبيعه العالم في الوقت ده. ناس قالوا لا احنا مش كده، وناس صاروا في الركاب
فتأغرقت الديانة اليهودية. يعني ايه تأغرق؟ تخيلوا مثلا انه فيلون اليهودي وده وقته في وقت المسيح، ده اللي بيفتح طاقة لليهودية تعيش بيها بعد كده لمدة 2000 سنة تانيين لحد وقتنا ده، بانه عمل ايه؟ بانه طلع من المأزق، بس دي اليهودية الرسمية خدوا بالكم، من المأزق بتاع الكلام الغريب اللي موجود في التوراة، بانه اوله. واحنا عملنا مرة او اتكلمنا مرة في المسألة دي وشفنا ازاي ان هو في ايات توراتية يعني معناها غريب جدا، فهو يقولك لا ما انت واخدها بالمعنى الظاهر، هو مش كده، يعني انت عمال تقول نوح والمركب وكان طولها 40 قدم، لا مش 40 قدم، لا 400 قدم. استنى الأذان بقى. صوته حلو قوي. الأسنين كانوا بيقدنوا على فكرة. هنقول دلوقتي يا ماما. فكنا بنقول ان فيلون اليهودي السكندري اللي عمل منهج التأويل الرمزي لآيات التوراة وفتح قدام الديانة اليهودية باب واسع جدا اسهم في بقائها، هو نفسه ما كانش بيعرف عبري، هو كل دماغه كانت أفلاطونية محدثة، يعني في صورتها الأولى المختلطة دي، وإن التفسيرات دي اللي هو قدمها هي تفسيرات فلسفية مش دينية. يعني مثلا أنت بتقول نوح والسفينة والمركب طب حجمها قد إيه، طب إزاي خد كل المخلوقات، طب وعمال تنهمك، وبعدين فيلم نوح بقى والفيلم ما يتصرحلوش بقى والكل فيلون يقول لك يا سيدي لا، نوح ده المعادل الموضوعي لطوفان الرغبات الشهوانية في الإنسان وبتحاول إنها تغرقه، فالسفينة يعني النجاة وعدم الاستسلام والخروج من طغيان هذه الشهوات على النفس. طبعا الكلام ده طول ما انت برا العقيدة تقول ايه التعسف ده، انما الامر بيختلف لما بتكون منتمي لنفس الشيء. فانا دلوقتي لما اقول ايه مثلا
انه من ايات الاعجاز العلمي للقران انه ينزل المطر حيث يشاء، فحتى اللي بيرشوا مواد كيميائيه على السحاب دول بيطيروا بقدره الله اصلا، فهو اللي شاء ان يديهم القدره دي فيعملوا المطر الصناعي. فتقول له اوكي اوكي صح جميل. انما لو واحد مش مسلم هيقول لك ايه الخبل ده، ما تحدد الدلاله. فيلون اليهودي لاحظ ان تحديد الدلاله بصرامه يؤدي الى اختناق الديانه. طول ما في تفسيرات، طول ما في تاويلات للنصوص، كل ما الديانه تنتعش وتزدهر ويكثر اتباعها، كل ما تكون حاسمه وصارمه. ده ما احنا في ديانات كتير على فكره ظهرت في المنطقه هنا وما محدش حتى عارف اسمها. يعني لو وقفت مش وقفت لو رحت حتى في معرض الكتاب ولا في ديوان وسالت اي واحد مثقف جدا عن المانويه ممكن ما يعرفهاش، مع ان المانويه دي في القرن الثاني الميلادي كانت لا حاجه في منطقه العراق والشام، لا ديانه يعني حاجه محترمه جدا. حتى الان مفسرين القران مختلفين في السابقه، يعني حتى احنا مش عارفين سابقه يعني ايه اصلا، مع ان دي ديانه كانت ضخمه جدا موجوده ولها هياكل وهياكل السبعه وقال لك لا اصل هو في سابقه تانيين غير السابقه الاولانيه واي كلام. مين اللي يقبل اي كلام ده؟ لما تكون داخل النطاق ده، انما ما دمت خارجه هتشوف الامر بشكل عقلاني. فبعض يعني زي ما عمل فيلون وزي ما عمل عوام اليهود في الوقت ده، ان تبقى طريقه التفكير اليونانيه واللبس اليوناني واللغه اليونانيه هي المهيمنه على كل شيء، والعبريه والدلالات الفظيعه الاولى يعني مش منضبطه خالص معاه. فقالوا لا، احنا نحافظ على نقاء الديانه. الناس دي عارفين على طريقة ففروا إلى الله، عارفين على طريقة التكفير والهجرة بس بدون عنف، طريقة ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا إليها. النوع ده من التفكير، إن تيجي جماعات تقولك إيه المجتمع فسد، طب إحنا ناخد جنب. بنفس المنطق ده خرج مجموعة من اليهود إلى القرى، لأنه الفساد إيه اللي ابتسامات دي خير؟ نعم الله. إيه واحدة للحب واحدة للتسامح، لأن أنا بحب حضرتك وعايز حضرتك تسامح. دكتور يوسف مسحني من على الفيسبوك فانا جاي اعتذر له عشان يرجعني للجنه. اكيد عملت حاجه يعني مش كويسه يا معاه، قله ادب بصراحه. اه شكرا شكرا. حلوه الصوره؟ اكيد. شكرا. اتفضل. اصل اقول لهم على الفيسبوك نقعد نتناقش ساعات يعني، و طبعا لما بكون في اسكندريه، لان لما بكون في القاهره هنا مبقاش عندي دماغ اعمل اي حاجه، فحتى ما بقولكمش على الانشطه اللي بعملها. يعني النهارده الصبح كان عندي محاضره في المعهد الدبلوماسي، وامبارح كنت بناقش ظل الافعى في الجامعه الامريكيه. فبس الحاجات اللي هي مختصه، لا اصل دي بتبقى مختصه بالمجموع، فمش هقعد اكتب كده عشان احصل الناس يعني وخلاص، لا عيب. ففي المناقشات بقى او في اقول لهم يا جماعه اختلف زي ما انت عايز، يا سيدي انا كلامي كله غلط صلح لي هشكرك يعني، بس ما تستعملش الفاظ سفله عيب. وانه الواحد مختلف معاك في بتاع مش لازم تشتمه، لانه يعني ده دليل ضعف شديد. بس هو طبعا هو ما راجل وكيل نيابة وبتاع، ممكن يعمل لي قضية كمان لو ما رجعتوش على الفيسبوك. بس يعني يعني
تجاوز يعني حتة صغيرة وخلاص هنعتبره، وبعدين هو آدم أبو البشر فخلاص. المهم الأتقياء الأطهار دول اليهود قالوا احنا مالناش دعوة بالناس دي، الناس دي بعدت عن ربنا وبعدت عن الحق وراحت مع الغرب والأوروبا والأمريكان ومالناش دعوة، احنا خلينا في نفسنا، والمدن هي أساس الموبقات. خدوا بالكم، عارفين القاهرة دي بالفنادق 5 نجوم دي بالديسكوهات دي بالشارع جامعة الدول العربية، ده كده مكان طاهر جدا بالنسبة للمدن اللي كانت في فلسطين الكنعانية واليهودية، لأن دي مناطق تجار ويمكن تلتها أو نصها دعارة. يعني احنا نبطل نعمل صورة ذهنية وهمية كده عن التاريخ. واحد يقول النقاء الأول، يا ابني نقاء ايه؟ انت مش فاهم حاجة أصلا، لأنه الإنسانية تهذبت مع الوقت. وعشان كده احنا بننصدم لما نقرأ النصوص بتاعت الكتاب المقدس في العهد القديم، انه ايه ده عادي جدا ما فيش اي مشكلة. لسه كنت براجع النهاردة المقال بتاع الاسبوع اللي جاي في الاهرام، وبعدت لهم عن عصر القضاء، يعني اخر حاجة في عصر القضاء شمشون، فهو موجود في سفر القضاء، سفر مقدس يعني يصلي بيه الناس مش عارف ايه. وشمشون الجبار كان جبار ومش عارف، واتجوز واحده فلسطينيه بس كانت بنت لذينة فعملت فيه مش عارف ايه فطلقها وراح مدمر اسرتها وحرق بلادهم ومش عارف ايه. وانا كده بمنتهى البساطه، ونزل الى غزه فوجد بغي فزنى بها، ثم كانه مثلا ايه قعد على كافيه شرب ملك تشيك مثلا وكمل بقى. هو مش واقف عند دي. طبعا اليهودية بالدين الزنا ما فيش كلام، بس بتكثر منه اللي ده. وهنا ما انا مش عايز ابان كاني منحاز للاسلام يعني، بس في عبقرية ما في التفكير الاسلامي انه يتكتم جدا على الاشياء، يقول لك اذا ابتليتم فاستتروا، ويقول لك حد الزنا تعالى ورينا بقى حصل ازاي. شفناهم، يعني ايه شفتوهم؟ عدته شعرة كده بينهم، مين اللي هيعدي شعرة؟ هو كده مدام بقى ما عدتش. عارف لو اتكلمت عن واحدة ورميت المحصنات وما تقدرش تقيم دليل، ايه الفكرة؟ هو يعني الاسلام غايب عنه ان الاشياء دي موجودة في الطبيعة البشرية؟ هو عارف بس مش عايزها تنتشر. عشان كده الجهلة بتوع الاعلام الفاسد، لما قعدوا من شهرين في موجة غريبة كده معرفش مش مفهومة، فجأة أب بقرية بالجيزة مش عارف يضاجع بناته الثلاث ومش عارف، وأخ قلت لهم إيه اللي في الحياة دي؟ يعني إيه الكلام ده أصلا؟ يا سيدي بفرض إنه حصل، دي حالة يعني واحد مش على 10 ولا على 100 ولا 1000 ولا 100، دي واحد على 90 مليون. عشان الجهل اللي انتوا فيه، لان انت لما بتقعد تقول الكلام ده متتاليا كأن الفكرة واردة، كأن وهو نفس الشيء اللي احتاط منه. لسه قال لك لا انا مش هسهل في الموضوع عشان بقى يبقى مسألة سهلة والامور زيطة واي حد بقى عايز يعمل حاجة يعملها، لان هنيجي في وقت هنبطل نقيم الحدود فتشدد في اثبات الحالات. وقال هلا شققت عن قلبي، يعني شعرفك عشان يقفل الباب ده. النصوص الدينية اليهودية ما فيهاش الحذر ده في الإسلام، لأن كانت لسه طبعا الديانة نزل على ناس أقل تعقيدا ويمكن أقل ذكاء من العرب. لا والله مش أقل ذكاء، لا هم أذكياء حق الله. يعني نرجع للأسينيين، شافهم
انه القرى اليهودية في يهوذا بقى وفي السامرة وفي منطقة الحضارة الاغريقية او الامتداد الاغريقي بيبتعدوا عن مفهوم ومعتقد الشخص اليهودي، فقالوا طيب نسيبهم ونروح نعيش في القرى. والاجلاء منهم او المتحمسين منهم زي ما بالظبط بيحصل دلوقتي، مش في ناس بتحب تجاور في الحرم؟ وقبل ما المملكة العربية السعودية يبقى في نظام يعني تأشيرة ومش تأشيرة، كان كتير طول التاريخ ان يجي حد يحس بنداء الشوق القلبي كده فيعتكف في الحرم فترة، مش عارف الحلاج يقعد 3 سنين، ومش عارف مين يقعد مش عارف كم سنة أو كم شهر، وابن الفارد يروح يقعد له 10 شهور فيتوهج بعد ما يرجع بسبب الأشهر إلى آخر. فده كان تقليد معروف إن الناس تروح تعتكف في نواحي. دول راحوا فين؟ في أماكن أنا بعتقد متعددة، منها مكان البحر الميت، منطقة موحشة جدا وما يتعش فيها، كفاية انه بحر وما بيتعمش فيه، محدش يعرف يعوم في البحر الميت، كثافة المية خليها زي الزيت كده، لا ما تقدرش تتقدف تتقلب، انت تسيب نفسك كده ممكن تطفو، بس استحمل الشمس بقى وهي عمالة تخبط فيك، والملح المكثف ده يعني الماء زيتي جدا، وما فيش ورقة خضرة حواليه، لأن طبعا الملوحة العالية دي وهي أصلا منطقة مجدبة ومنخفضة وفيها جبال كده، مش جبال يعني زي تلال عالية كده، وفيها يعني مش كهوف، تحس كأنه حاجة زي بيوت الأنباط كده بس طبيعية يعني مش هم اللي عاملين. فالناس دي اللي هم بقى الطبقة الأكثر نقاء في الأنقياء دول راح عاشوا هناك وقضوا سنين إحنا مش عارفينها قد إيه. ليه؟ لأن إحنا مش عارفين هم تحركوا إمتى أو تطور بيهم الأمر إمتى وانتهوا إلى هذه المجتمعات الإخوانية التي تعيش حياة الشركة. مفهومة العبارة ولا اشرحها؟ مش مفهومة. طيب الشركة ده نظام ديني مفروض ان المسيحية المصرية هي اللي اخترعته، اللي هو اسمه الرهبنة، يعني انه مجموعة من الانقياء دول بيروحوا يقعدوا مع بعض في مكان ويتشاركوا فيه اللقمة ويشتغلوا مع بعض، فحياة الشركة دي طقس مفروض انه مسيحي، بس هو مش مسيحي، هو انساني. فالناس دول استجابة للنزوع الانساني البحت ده سابوا المدن وعاشوا في القرى، والانقياء والاتقياء منهم سابوا كمان القرى وراحوا عاشوا في المكان الموحش ده، وقالوا احنا يعني عايزين ايه من الدنيا، واحنا مش عارفين ده تم امتى بالظبط، ومش عارفين اختفوا امتى بالظبط، انما في دلائل كتير وشهادات يوسيفوس المؤرخ والناس اللي عاشوا في المرحله بيحكوا عن الاسينيين باعتبارهم شيء يعني كبير، ومع ان هذه الشهادات موجوده وكتب التاريخ دي موجوده، الا ان تم طمس الموضوع تماما ولا كأن في حاجة، ولا حد شغل باله بموضوع الأسينيين دول ولا هم طب ايه راحوا ليه، لحد ما حصل من حوالي 60 سنة حاجة غريبة جدا. يعني سنة 1945 و 1946 حصلوا حاجتين، يعني انا دايما افكر في الرابطة بينهم. حاجة منهم حصلت هنا في مصر، ان واحد خواجة انجليزي بيشتغل في حاجة تبع الادارات يعني بتاعت
الانتداب البريطاني. فلاحظ انه في كان في زمان، مش زمان يعني من 30 سنة، مهنة اسمها الكونترجي. طبعا كل اللي تحت ال 30 مش عارفين يعني ايه كونترجي، وكل اللي فوق ال 30 عارفين. صح مش صح؟ طب انت صغيرة قولي يعني ايه كونترجي. مش عارفة. طيب ما ده اللي هو بفصيح اللغة يخصف الأحذية. مفهومة ولا نشرحها؟ الجزماتي، الصرماتي، الجلود. زمان أول ما كانش فيه الكعوب دي بتاعت الأحذية دلوقتي، اللي هي نوع من البلاستيك، أو مش بلاستيك يعني، نوع من اللدائن المضغوطة قوي دي. ولما طلعت دي كانت نقلة. هي كانت دايما الأحذية جلد، والجلد ده بتختلف مستويات دباغته أو دباغته. ففي دايما في القرى، مش القرى الكبيرة والمدن، حتى لو كانت مدن صغيرة أو كبيرة، واحد شغلته كده الكعب ده اتنعت، فبياخد يشيل لك الطبقة دي ويحط لك. طبعا الستات كانوا بيمشوا عافيين أصلا، ولا كانش عندهم جزمة، ده كان في الرجالة أكتر. وبعدين يجيب حتى أنا شفت الكلام ده، ويقص كده حتى جلد على قد البتاع دي ويدقها بمسامير رفيعة وخلاص، والناس تمشي فتحكها تاني من آخرها. فالراجل خرج لاحظ إن الراجل بتاع الجزم بيعمل بجلد عجيب قوي ملفوف سكرولز كده. قال له ايه ده؟ قال له دي الاية لقوها. يعني ايه الاية؟ ان واحد مش عارف اسمه عبد السميع ولا فلاح يعني، في قنا في نجع حمادي، ابن عمه قال له انا لقيت زلع. وفي الصعيد اول ما نقول لقيت زلع يعني لقينا ذهب، عملات ذهبية. يلا على الجبل عايزين ذهب. يكسر، مفيش، فيش الا جلد مقدد كده. يكسر في التاني، وبعدين راح سايبهم، والتاني خد هيعمل بيهم ايه؟ راح للصرماطي ده اللي هو الحذاء ده، قال له خد دول اشتغل بيهم. فالراجل قال له طب ممكن تدهم لي؟ انا مش فاكر المبلغ، بس اظن كان 10 جنيه، بس انا مستكتر العشر جنيه يعني، اتوقع انه ممكن يكونوا ما اعرفش، بس انا 10 جنيه في الوقت ده حاجة ضخمة قوي. المهم انه اشتريهم وراحوا المتروبوليتان، المتحف الامريكي. فيهم ايه دول بقى؟ فيهم اقدم نصوص مسيحية، فيهم اناجيل مخفية زي انجيل توما. وايه؟ طبعا احنا مش بنتكلم في العقائد دلوقتي بتاعت الناس، احنا بنتكلم في التاريخ، ان ده في صورة هنا للمسيح غير خالص الصورة المرسومة له في الأناجيل الإزائية الأربعة. وفي صلوات، صلوات تانية خالص. والديانة بدت في عاصمة من عواصم مصر، العواصم اللي هي المدن الكبرى يعني، كأن شيء آخر غير اللي احنا فاهمينه دلوقتي. فطبعا اتخذت التدابير اللازمة لإخفاء الموضوع وأخفية. في طبعا بعض الناس رزلة شوية قعدت تنبش وتترجم إنجيل توما وبتاع، ووزارة الثقافة هنا قبل الثورة بكم شهر عملت غارة كده واستردينا إنجيل توما، وموجود في القاهرة على بعد 20 دقيقة من هنا، ولا حد واقف عند الحكاية دي. موجود فين بقى؟
في المتحف القبطي اللي مجلس ادارته اساقفه من الكنيسه القبطيه. طب ما ترموا في النيل وخلاص، طب ما تولعوا فيه وخلاص، يعني ليه اللفات الجميلة دي اللذيذة دي؟ العجيب بقى ان السنة اللي بعديها على طول وبشكل قريب برضو من كده في قمران اللي هي المنطقة اللي على البحر الميت في غرب البحر الميت يجي برضو ناس فلاحين. خدوا بالكم ما كانتش اسرائيل قامت بس كانت بتتجهز يعني، ويلاقوا زلع، والزلع فيها سكرولز، والناس عايزة ذهب ما تلاقيش ذهب فتحبط، فيبقى عايز يعني يولع في المغارة كلها عشان هو تعب وطلع لفوق وما لقاش حاجة وتتبهدل وتروح على الغرب. بس المرة دي إسرائيل حطت إيدها على الموضوع. إسرائيل تمثل إيه؟ تمثل اليهودية الرسمية، بس في يهوديات أخرى، منها اليهودية الأسينية ومنها النصوص الدينية ونظام حياة الجماعة دول اللي موجود في مخطوطات البحر الميت، مخطوطات قمران. الجامعة العبرية بقى طبعا الجامعة العبرية كانت موجودة قبل إسرائيل ما تقوم على فكرة، ودكتور طه حسين أظنه راح إدى محاضرة عامة هناك، ما عرفش إزاي كان بيروح محاضرة قطر إيه في القدس بالقطر يا راجل، ده كان بياخد ايه 15 يوم اسبوع عشان يقول محاضره في الجامعه العبريه، ما اعرفش كانت سنه كام 39 اظن او حاجه كده. بس ده دليل على انه حتى طه حسين وهو من اذكى العقول المصريه كان شايف المساله اليهوديه بشكل مختلف، ما كانش لسه الضباط الاحرار جدا حكموا. المهم انه على شاكلة اكتشاف مخطوطات نجا حمادي واختفائها ثم تسربها، نفس القصة في مخطوطات وادي قمران التي اكتشفت قبلها بسنة وتسربت واختفت فترة، وفجأة تيجي ناس رزلة برضه وتيجي مطلعنا النصوص دي. فنجد شيء مدهش جدا، ايه الناس الحلوة دي؟ ده الديانة غير كده تبقى حاجة ملهاش معنى. دول ناس عايشين لربنا بس، الواحد منهم يشتغل وفي واحد، هم مجموعات كده 12 يعني كل 12 واحد مش عارف ليهم قاضي. كلمة قاضي في اليهودية زي ما أقول لكم في المقال اللي جاي مش معناها قاضي بتاع المحكمة البتاع، لا لا زي شيخ القبيلة كده ليهم قاضي، وبعدين لكل 12 قاضي من دول في يعني زعيم روحي أو موجه روحي وهكذا، إنما لهمش رئيس بالمعنى السياسي. فالواحد يشتغل وفي واحد من ال 12 المباشرين دول هو اللي بياخد او يعني بيحاسب على شغله وبيديله اللي هو عايزه، ويدي للمحتاج التاني اللي هو عايزه، ويدي المستشفى اللي هم عاملينها في الحته البعيده دي اللي هو محتاج له، ويساعد الاسيني اللي هو العاجز مثلا او شيخ كبير وخلاص، والناس عايشه بلطف كده تلبس ابيض. وكل يوم الصبح لان هم متطهرين، فالتطهر في الوقت برضو انتوا احنا عشان عادي دلوقتي ان الواحد يصحى الصبح ياخد شاور فليتهيالنا الامور طول عمرها كانت ماشيه، لا الناس زمان كانوا معفنين قوي على فكره، يعني ما عندهمش الحته دي خالص الا طبعا المتحضرين، انما في المناطق اللي هي المسكينه دي اللي زي فلسطين والاردن وباديه الشام وقلب الجزيره. لحظه يا ستي ما تقطعنيش، والنبي هتكلم على الحمامات دلوقتي. حاضر.
فاحنا بنقيس دايما بشكل تلقائي يعني الماضي على الحاضر اللي احنا فيه، وده مش صحيح. فلما تكون جماعة من تقاليدها ان الواحد الصبح يغتسل بماء طاهر ويلبس رداء ابيض وبعد كده يروح بقى يشوف شغله وهيعمل ايه، وحتى ما بيمسكش فلوس في ايده، هو هيعمل بيها ايه الفلوس؟ هو منتمي للجماعة دي اللي عندها مجموعة اعتقادات وتقاليد، منها ما هو ثيولوجي او لاهوتي او متعلق بالعقيدة نفسها، زي ان الله واحد وقادر على كل شيء ومتعالي عن الكون، وان موسى نبي وبس ما فيش، وانه الحالة اللي احنا فيها يوما ما هتنتهي، ان هيجي حد ناصح شوية يخلصنا من اللي احنا فيه ويفهم الناس احنا ايه، فالاجيال اللي جاية اللي هي فكرة المخلص او بدايات فكرة المخلص، وان احنا ينبغي ان نحب ثلاث اشياء: نحب الله، ونحب الفضيلة اللي هي الافعال، ونحب الآخرين بصرف النظر عن كانت دياناتهم إيه. فكانوا يعملوا مشافي في المناطق اللي هم فيها دي، وكانوا يشتغلوا بالطب. ومن ضمن الحاجات بقى اللي الأستاذة كانت عايزة تقول عليه ده، اللي هي اللي احنا بنسميه دلوقتي الصرف الصحي ومش الصرف الصحي. طبعا مصر القديمة في الدولة القديمة كان كل بيت فيه درة مية. قصر فرساي في القرن الـ16 ما كانش فيه درة مية، الـ17 تخيلوا ما فيش درة مية، مع انه قصر ضخم كده، بس مش في دماغهم كان لسه المنظومة الحضرية مكتملة، ولن أطيل طبعا في الوقوف عند هذه النقطة، معناها تستحق وقفة طويلة، ان يتشاف الانسان في كله، وتتشاف الحياة الاجتماعية في مفرداتها المجتمعة معا والمكونة لما يسمى بالانسان المتحضر او الانسان المتخلف او الانسان اللي بيفجر بقية الناس. ده نظام تفكير ونظام حياة. طيب قلنا في نظام حياتهم ان هم بيتطهروا كل يوم بالماء، والوجود بدأ من الماء، ومن الماء جعلنا كل شيء حي، وفي البدء كان في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، بذات التوراة. والوضوء بالماء لأنه حياة القلوب. وكل يوم هيجي واحد من مشايخ الأسينيين علشان يغسل الأتباع. فتيجي فكرة الإيه؟ ها أخواننا المسيحيين قولوا العماد والتعميد. عشان كده من الحاجات اللي مش مفهومة يعني من لبعض الناس، انه السيد المسيح في المعتقد الارثوذكسي هو الرب، هو الله، ولاسوته لم يفارق ماشي، كل واحد يعتقد اللي هو عايزه ولناش دعوه. بس مدام يعني قلت الكلام ده، طب ازاي الله يعني؟ خدوا بالكم من العباره لاهوته، لاهوت السيد لم يفارق ناسوته طرفة عين. تقول لي بقى العذراء مش أم الإله، ده هي أم الإنسان الذي صار إله. لا، عقيدة أرثوذكسية مسيحية يعني هو الله بالتمام والكمال. طيب إزاي الله بالتمام والكمال يروح يتعمد على إيد يحيى يوحنا المعمدان عند نهر الأردن المنطقة الأسينية؟
طيب يوحنا المعمدان اللي هو عند المسلمين يحيى النبي ابن زكريا كان بيعرف نفسه ازاي في الانجيل؟ ها؟ لا 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 حصول ده اللفظ القرآني في الانجيل. ما شاء الله عليك، ادي مدارس الاحد. كان يقول انا صوت صارخ في البرية. وطبعا كلمة البرية كلمة لو شددت يبقى في الأرض المفتوحة يعني، ولو خففت تبقى في الناس. بس هو الضبط الإنجيلي ليها بحسب الترجمات العربية في البرية، يعني في اللا شيء ده أنا بنادي عشان خاطر. فكيف؟ طبعا ده سر من أسرار الإيمان المسيحي، بس يعني لو احنا مش مسيحيين طب ازاي الله هيتعمد على ايد انسان غالبا كان من الاسينيين؟ غالبا ليه غالبا؟ لان هو بحسب الرواية برضو الانجيلية السيد المسيح يعني جنسيته ايه؟ يهودي ومتطهر مش كده؟ طيب هيروح لمين؟ للمتطهرين. فهمت بقى ليه الراهب هيبة في رواية عزازيل كان عايز يروح عند مغارات البحر الميت؟ أنا أول مرة أقول الكلام، لأن الروح المسيحي البريء دايما عايز الأصول الأولى دي. بس طبعا الراهب هيبة كان غلبان في مخه، الأسيرين كانوا خلصوا. ليه خلصوا؟ لأن لما قعدوا اليهود التانيين اللي في القرى بقى وفي المدن وبدأ يعملوا الغاغات بتاعتهم دي والثورات بتاعت القرد الأول الميلادي في روما بقى بتحكم، ودول لأ احنا ملوك العالم احنا أبناء الرب، يا ابن اسكت ما فيش فايدة، ويطلعوا الحشمونيين بقى كانوا بيحكموا يهود، فمش قادرين يفهموا النظام الحكم الروماني. روما كانت عايزة عاملة نظام كده، في مرة في مناسبة تانية أكلمكم عنه عشان ما تشتتش، بس هو حاجة تستوعب كل الناس. ومن هنا جت فكرة أن كل الطرق تؤدي إلى روما، وما فيش مشكلة أنك تلاقي سبتيميوس سيفيروس ده إمبراطور روماني. منين؟ من ليبيا. قسطنطين الكبير، قسطنطين اللي يعني عمل العمايل دي، أمه فيما يقال كانت ساقية في مخور من مواخير الرها. الرها دي ناحية العراق، وبعدين بقى إمبراطور، لأنه النظام الروماني يستوعب ده ويطلع لك إمبراطور فيلسوف ويطلع لك عبد فيلسوف، ويبقوا هما الاثنين من نفس المدرسة أبيكتيتوس. ثورات، عايزين يعملوا مملكة. الإخوان بيحبوا يحكموا، وما بنحكمش يبقى هنناضل بقى في روما وهنفجر بقى جامعة القاهرة ما هو لازم نحكم، هي القاعدة كده. فدي مثلا ثورات بقى متاتيا وكوكبا والجماعة دول، فروما قالت لا بلاش بقى اللي تحيا بقى، ابعت جيش دمر كل البلاد دي. حصل ده امتى؟ سنة سبعين ميلادية أورليانوس الإمبراطور قال لك فين الأساس بتاعهم متجمعين فين؟ قال له في بلد اسمها أورشليم، قال هدوها امحوها من على الأرض، مش عايز طوبة هناك. والناس دي خلصونا منهم بقى، لأنه لا عايزين يفهموا ولا عايزين ينصاعوا ولا عايزين يدخلوا في الدولة،
يا عم ما تدخل. انت حد قال عايز تبقى حاكم ما تخش وتخش الجيش ويبقى لك قواد وتعمل انتصارات وبعد كده بقى حتى امبراطور. عايز تبقى فيلسوف ما تبقى. حد قال لك لا؟ عايز تتنقل بين ارجاء الامبراطوريه تتنقل وتاجر واعمل. انما ايه اللي عايز مملكه الرب؟ انت مجنون ولا ايه؟ مره في مره زهقوا منهم مسحوهم من على الارض وراحوا بنين مدينة تانية في وشها. المدينة دي اسمها ايه؟ إيليا، عشان هو اسمه ايه؟ إيليانوس. وفي اللغة اليونانية واللاتينية النون واو سين دي صفكس المذكر واليه ألف دي صفك للمؤنث، فهي مدينة إيليا. وقعدت مدينة إيليا دي شغالة زي الفل، وبقت بعد كده يعني لما انتشرت المسيحية بقى في القرن الثالث بقت مسيحية، وبقت ما شاء الله عاصمة روحية للديانة. ودي اللي فتحها المسلمين لما راحوا يعملوا الفتوح. واحنا نقول لك وفي العهد العمرية إلا مش عارف إيه واستردينا القدس. يا ابني قدس إيه؟ مفيش في العهد العمرية القدس دي إيليا، والعهدة كانت للأسقف بتاع إيليا. أمال إيه بقى على القدس رايحين شهداء بالملايين؟ ده المفهوم اليهودي أصلاً. ده المدينة الكبيرة اللي زي يعني القاهرة بتاعت اليهود مع قياس مع الفرق، يعني احنا نقول ايه؟ قاهرة المعز، مدينة الالف مئذنة، وهم يمكن 10,000 اصلا. اسكندرية عروس البحر المتوسط، مكة بيت الله الحرام، يثرب المدينة المنورة. ده وصف اعتقادي لمكان. فلما كان اليهود في أورشليم وعشان فيها معابد وهياكل يهودية كتير، فهي بيت همقداش، يعني بيت المقدس، بيت مقدس عندهم. خدها المسلمين وعادي بقى، يعني ما حصلش فيها حاجة عبقرية، يعني لحد ما جه بقى مروان أظن ابن عبد الملك هو اللي عمل القبة، وراح مسمينها ايه؟ بالوصف اليهودي للمدينة العاصمة اليهودية القديمة، بيت المقدس وخففت إلى القدس. شوف اللفة. عشان كده البابا شنودة ده كان راجل عاقل جدا. لما صارت مشكلة الحج، الحج مفهوم مسيحي أصلا، هو مفهوم مصري قديم أصلا وخدته المسيحية وبقى يعني أحد، بطلوا قلق اسكتوا. هو أنا زودت العيار ولا إيه؟ أخف شوية صحيح، بس أنا بكلمكم كأني أوكي. فكان البابا شنودة من فضائله يعني الصراحة قال لك لا، المسيحيين يقصد الأرثوذكس الأقباط يعني يروحوا القدس مع إخوانهم المسلمين يعني، أو ما يروحوش. ذكاء. حتى بعض الناس في الكنيسة القبطية دايما بيبقى فيه عيال غبية كده ما تفهم لهمش، يقول لك لا مش من حقك توقف أصل دي من أصول الديانة. يا ابن اسكت، انت لا عارف ديانة اصلا ولا فاهم هو ايه اللي في دماغه ولا متعلم. ودول دايما اللي عاملين المشكلات، اللي هو الواحد اللي ناقص عقل وناقص اصلا فكر وبالتالي ناقص دين، ومتصور انه عنده القدرة على نقد اي شيء وهدم اي شيء لا احنا نروح. يا سيدي انت حجك لإيليا
والقدس ده مفهوم إسلامي ذو أصل يهودي، وإحنا أصلا عمالين نتخانق على حاجة مش موجود. مفيش تحرير القدس وبعدين يروح أفغانستان، تحرير القدس وبعدين يحط لك قنبلة في كوبري ولا في نفق، تحرير القدس وسبتمبر 11. القدس الناحية دي، وبعدين انت عايز تحررها ليه؟ من ايه؟ يعني انت شاغل بالك اصلا بالموضوع ده ليه؟ القدس هنعمل لها محاضرة مرة عشان كلها ملتبسة. انما نرجع للأسينيين، انه بعد سنة 70 دي كأن هم تم تصفيتهم، كأن هم فزعوا، تكتموا، وبقى لهم عالمهم المنزوي. يا عم شوف الحتة اللي محدش عايزها يقعد، احنا نقعد فيها وهنمارس الطب. مش نمارس الطب يعني عشان نعمل لندن كلينيك، لا، عشان نساعد الناس، عشان احنا بنحب الناس. ودول بقى اللي كانوا زي الراهب هيبة بيعالجوا الناس من غير اجر احتسابا. فيروح الواحد يبقى فيه معالجة بدنية وفيه حضانة روحية بتسهم في يعني أن يستحس يعني القوى الفسيولوجية في الجسم. ده عملته مصر القديمة، فؤون وهليوبلس وكده عين شمس، إن كان يبقى فيه مكان، فكرة المستشفى دي، مكان بقى كله بخور كده ومعالجات برضو أعشاب وكل حاجة، بس يعني اللي هو ايه، خد الدواء ده ويدعي له ربنا يشفيه. فبيستعمل الجزء بقى اللي هيسموه بعد كده الاتراكشن، او اليومين دول مسمينه الاتراكشن، او القوى بسم الله مش عارف ايه الى اخره. نفس دي كلها افكار اسينيه يهوديه، بس لان دي ناس محترمه ما استنوش. ليه؟ لان اللي استنى ده اللي قعدوا يعملوا أفكار وتحويرات وبزنس بالديانة. عشان كده الحكاية مش بالكترة، ما نتصورش إن رقي مذهب أو حتى فلسفة ده مرتبط بعدد أتباعه. طب ما هو الفلسفة الوجودية اجتاحت العالم في النص الثاني من القرن العشرين، دي أي حد درس فلسفة يشوفها قد كده. إنما فلسفة هيجل مثلا أعلى بكتير، واللي يعرفوها أو قد كده صغيرين جدا بالنسبة. فهي الحكاية مش بالعدد. وهو أصلا لما تطلع حياة الشركة عند المسلمين مع المحاولات المصرية الأولى والسورية أيضا لتأسيس حياة الرهبنة والشركة والعيش في سلام مع المسيح، ما دول إليلين المسيحيين أكتر. فمسألة إنك تقيس صح وغلط على العدد مش يعني ليس قياسا صائبا. أنا بقول ده ليه؟ عشان ما يجيش حد يقول لي الأسينيين دول أصله مش مهمين، إحنا يهمنا اليهودية الرسمية دي الموجودة اللي بتحارب معانا دلوقتي. نقول له ما أنت مش تفهم ده لما تفهم ده، ومش هتفهم نفسك إلا لما تفهم ده، لأن ده انعكس عليك وظهر وتسمى بأسماء أخرى، لأنه جه في سياق آخر. العقائد الأساسية للجماعة الأسينية كانت أولها مراعاة الثبوت. الثبوت جمع سبت، وفي العقيدة اليهودية إن الله خلق العالم في ستة أيام وهي جات اكزاستد فاستريح في اليوم السابع. فكمان احنا كمان لازم، لا مش نستريح، نعبد أكتر وما نعملش حاجة في اليوم السابع.
ما حدش يتكلم في معقولية المفهوم ده. ده عقيدة مش قياس منطقي. خلاص هو خلق الله واستريح يوم السبت. عشان كده حتى في صفة من صفات اليهود في القرآن انهم اصحاب السبت، لانه ما ينفعش حد يبقى يهودي ولا يراعي السبوت. لو اشتغل يوم السبت خلاص يبقى حاجة تانية، او هو يهودي بالنسبة ان امه يهودية خلاص، انما مش دي الديانة. تختلف بقى المذاهب ايه. بعض الصدقيين مثلا اليهودي يقولوا هو ممكن يتمشى حوالين البيت، دي اوكي مفيهاش حاجة. الفريسيين يقولوا ولا خطوة، ولا يروح ولا يجي. ويروح يعمل لهم مظاهرات دلوقتي في إسرائيل عشان الناس بتشتغل يوم السبت، فيعملوها مثلا ايه يوم الجمعة لحد مثلا الساعة 12 وبعدين يقف عشان يقعدوا يتعبدوا، وبعدين يرجعوا يعملوها بعد الساعة 12 كأنه لعبة. ليه؟ لأن الجماعة دول هم اليهود اللي بجد. التانيين بقى اللي بيصور بقى مخالفات المرور وبيعمل مش عارف ايه، دول ناس بعيد عن الدين. فمن راعى السبت فهو يهودي، وكان مراعاة السبت من العقائد او التشريعات الاساسيه. طب والتوراه ايه رايكم؟ في البدء خلق الله السماوات والارض. قالوا ايه ده التوراه يعني؟ عزرا الكاتب عاملها والناس ما شاء الله كلها يعني. قال لك لا مش ده، احنا ما نعرفش الكلام ده. وعاملين او هم ليهم التوراة دي، تقدروا بقى تسيرش عليها في جوجل وتلاقوا الفقرات دي فيها بقى النظام الحياتي وازاي يعمل دورة مياه، ولازم تبقى برا المساكن علشان ما يأذيش الناس اللي حواليه، وانه ازاي هو مطالب كيهودي أسيني خليق يعني باللفظ ده بانه يساعد الناس، وانه لا يشتغل في صنعة مرتبطة بإنتاج الأسلحة، ولا يحارب حد على حاجة اللي عايز حاجة ياخدها، ولا يتنازع مع آخر لأي هدف حتى في الجواز. يعني الحكاية بتعل عليك أو تتجوز، انت حر كأسيني يعني، بس الأفضل ما تتجوز. وده مفهوم مسيحي برضه وموجود في الإنجيل آية، ومنهم عباد خصوا أنفسهم لإرضاء الرب فمن استطاع أن يقبل فليقبل. دي آية في الإنجيل، وحتى أوريجانو استطبقها حرفيا وخص نفسه. فالبابا ألكسندروس بابا اسكندرية في الوقت ده 240 أظن ميلادية، قال له أنت عبيط ولا إيه؟ أنت إيه اللي عملته ده؟ فطبعا أوريجانوس ده واحد من أباء الكنيسة وفيلسوف رهيب، والعمل الهكسابلا اللي هو القوائم دي بتاعة النصوص الدينية عشان يضبط، وده اللي فهم روما انه المسيحية حاجة غير اليهودية، وده اللي كان بيطلب في كل العالم المسيحي عشان، وكان رئيس المدرسة اللاهوتية اللي هي المدرسة الفلسفية بقت مدرسة لاهوتية. ولا كان أسقف زمانه اسمه إيه الكرام حنن، راجل فلاح، ومش فلاح يعني عنده أرض بزرع، فلاح يعني بيشتغل بس مش حنن، لا اسمه حاجة تانية، ديمتريوس الكرام. مين اللي بيقول لي معلومات غلط؟ انت شكلك اوكي. لا وحطلع حجاب وتقول لي حنة هو اي حاجة. ديمتريوس الكرام
كان راجل على سجيته خالص حافي، فجأة شاف عنقود عنب طلع قبل أوانه، قال الله، راح واخده ولفه في منديل وجري بيه على كبير المسيحيين اللي هيتسمى بعد كده أسقف، هيتسمى بعد كده بابا، وهيتسمى بعد كده بطريرك وبطرك وكل ده بعد. قال له بص أنا لقيت ده بيحبه يعني. فالأسقف اندهش كده، قال له ده حاجة غريبة، أنا شفت رؤية النهاردة أنه كنت بسأل الرب يا ترى مين هيبقى أسقف بعدي، فسمعت هاتف كده بيقول لي اللي هيخش عليك بعنقود عنب. قال له أنا إزاي، منفعش. قال له ده ربنا اللي اختارك، ومن هنا جت فكرة اختيار البابا يكون اختيار إلهي والقرعة والحاجات دي. قال له بس طب أسقف ده أنا عندي زوجة وعيال وبتاع. قال له الرب اختارك. إيه؟ قال طيب خلاص. وخدوا بالكم، ما كانش الأسقف الوحيد اللي عنده زوجة، يعني في المسيحية كان في أساقفة في القرن الخامس متجوزين عادي يعني، وكان في تعدد زوجات، وفي آية إنجيلية بتقول على الرجل المسيحي يعني طبعا أن يكتفي بامرأة واحدة، أن يرضى بامرأة واحدة اكتفاء بأهون الشرور. يعني قضى أخف من قضى. الأسينيين قالوا صعب، ما هم يهود، واليهود عندهم مشكلة مع المرأة عجيبة. فمرة هنعمل في السنة دي حاجة عن المرأة عند في اليهودية أو حاجة بهذا الشكل يعني، لأنه ربكة المرأة تربك اليهود والمتدينين تدين شكلي والعسكريين والعجزة جنسية، كل واحد طبعا الأسباب مختلفة. الأسينيين لأنهم يهود ومتدينين فعندهم هذا التوجس في التوراة بتاعتهم، أنه يعني من الصعب على الرجل أنه يثق في المرأة. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المرأة طبعها كده لا تستطيع الاكتفاء برجل واحد، فبالتالي لازم إذا كان ضروري يتجوز يعني لازم يخطبها 3 سنين يتأكد خلالهم إنها من النوع النادر اللي ممكن يكتفي برجل واحد. هيضحكوا ليه بقى؟ لأن قبل كده بشوية كانت القاعدة في المنطقة دي إن الست بتتجوز أكتر من راجل، وإنه المسألة دي اللي حرمها مين؟ أروكاجينا الإمبراطور الأشوري المشهور في 2000 قبل الميلاد، انه لا كفايه كده بقى، ست تحترم نفسها وتتجوز واحد بس. فالست طبعا عايزه تعيش، رضيوا بالواحد دلوقتي مش لاقيينه. الله، رضيوا مع اليهوديه الاسينيه بواحد، ورضيوا مع الاسلام بربع، ورديو بقى في الأزمنة الغبراء دي مفيش أصلا. طب ربع، طب عرفي. طيب نرجع للتوراة الأسينية أو التقاليد التشريعية عندهم، إنه اللي ضروري يتجوز خلاص الله يسهل له، يخطب 3 سنين يلاقي البنت فعلا يعني محترم، لأن هو في أسينيات كمان المجتمعات دي المتطهرة فيها نوع من المشاركة النسائية الكبيرة يعني، وهيخلفوا طبعا وربنا يسعدهم وكل حاجة، بس الأنقى والأتقى والأعلى هو أن الإنسان يتعفف عن الكلام ده.
ما ينفعش. السيد المسيح ما اتجوزش على فكرة. في رأي بيقول انه اتجوز. عشان كده في كتابات كتير بتعتبر ان يسوع المسيح هو واحد من الاسينيين راح اتعمد، راح اغتسل بالماء الطاهر على ايد صوت صارخ في البرية اتباعا للتقاليد اليهودية، مش بتاعت اليهودية الرسمية بتوع المعبد في أورشليم، ومش الفريسيين اللي هم قعدوا بقى ايه يفتوا في الإبرة ويبلعوا الجمل، ولا الصدقيين اللي هم عندهم احساس ان هم اصحاب الديانة والناس تسمع كلامهم. لا، راح للفريسيين اللي هم الناس اللي حياتهم مصداق لأفكارهم. لما يقول الله محبة ما يعملش جيش، ولما يقول الذي أتقن كل شيء خلقه ما يموتش حد، لأن دي صنعة الله المتقنة وانت ملكش حق تموته. تقول لي بقى أصله مرسي، أصله حسب الله، ده انت بتهبل. الروح دي مش ملكك علشان تفجرها أو تموتها، مش ملكك، انت مجرم بس. ومش مفروض على فكرة ان احنا نقع في حس بيس، لا. عشان كده انا كتبت اللي شاف الصفحة النهاردة بعد ما تألمت من الحس، قلت معادنا الساعة 7 على الرغم من اي شيء. اللي خلانا جينا ايام السقوط الامني، مش هنيجي دلوقتي عشان الناس مش هنتفزع، وهنفضل نعمل اللي بنعمله، وهتفضل البلد دي موجودة، وهنفضل بصين للي جاي. انت بقى عايز انت بقى عايز تبص اللي في دماغك انت بس، وللي انت شايف انت حر. بس لو عملت ده هتبقى مجرم. لو اعتقدت في ده احنا هنتألم لك، وهنناقشك، وهنحكي معاك، وهنقول لك، وهنطول بالنا عليك. انما يعني صنعة الله الذي أتقن كل شيء صنعه. أنت مش عارف مين اللي بيموت أصلا. هو دلوقتي لما يجي واحد حيوان يحط بتاعة بودرة متفجرة تحت الكوبري ده، هو عارف مين اللي هيموت؟ مش عارف. يمكن طفل، يمكن رجل كبير، يمكن مسلم، يمكن مسيحي، بس هو بلغ من الحيوانية والإجرام إلى الدرجة التي صار فيها يتصرف بما لم يتصرفه الله نفسه. يعني ربنا ما يجرؤش يعمل كده لأنه العدل، ودي ملكه أصلا. فأنت متصور أن أنت وصلت من اليقينية والتحدث باسم الإله، أن أنت تجاوزت كمان القدرات الإلهية، وأنت اللي بتقول أموت مين وموتش مين، وأصل ده سيسي قاتل وسيسي مش عارف إيه. الطريقة دي مفهومة، هو لا حكاية سيسي ولا حكاية مرسي ولا حكاية نيلة. هو عايز المجتمع يبقى متفكك كده، فيبقى فيه ظواهر إجرامية كتير، فيحصل تشظي، فيحصل كوميونات، فيلاقي هو براح يعيش. مش هو مبسوط في سوريا؟ مش مبسوط في سوريا؟ ومبسوط في ليبيا؟ وما شاء الله اليمن هيتقسمت بقت 6 حاجات، وتوكل كرمان مبسوطة وفرحانة وبتقول الحمد لله ان شفت اليمن 6 حتت. بصيت كده في كلامها قلت البنت دي مسكينة فعلا، 6 حتت دي بعد شوية صغيرة هتقطع بعض، لانها على اساس عقائدي والحوثيين في حتة والسنة في حتة، ومش هنخلص. الناس دي انا معرفة ما بتشوفش، بتدوس تحت رجليها. وانت عايز تقنعنا انه اللي بيحصل ده او اللي حصل ده النهاردة له دعوة باي حاجة دينية؟ لا لا، ده ليه دعوة بان انت شخص مجرم
ومتجرئ على الله وعلى الناس، وعايزها فوضى عشان تلاقي لك خرابة تعيش فيها. فكان نظام النظام الاجتماعي للأثينيين لا يحظر الزواج، وإنما يمتدح هذه البتولية اللي هنشوف الانعكاس بتاعها في حياة السيد المسيح بحسب ما قدمته الأناجيل، يعني الأربعة الإيزائية، لأن في صور أخرى متقدمة في أناجيل أخرى. أيضا من عقائد الأثينيين أو تشريعاتهم أنه لازم الواحد يتقن المعالجات، يعني يعرف أنه لما يكون مش عارف عندك إيه تاخد إيه عشب كذا. ليه؟ عشان يساعد الناس، لأنه اسم من أسمائهم الأساة، أساة، والمفرد يعني أساة أثينيين، أثيني يبقى آسي، الآسي في فصيح اللغة العربية هو إيه؟ انتوا مش فاكرين لما كتبت رسالة لمرشد الإخوان وقلت له إنه دماء الشباب دي في رقبتك وإنت الآسي؟ أيوة، الطبيب إذا مارس العلاج، لأنه الطب في الأزمنة القديمة مستويين، مستوى الحكيم اللي هو يفكر ويعمل كتب ويقول طبيعة المرض إيه والتعامل معاه إزاي والتدبير الغذائي يبقى إزاي والتدبير الدوائي يبقى إزاي والنقاهة يتعامل فيها إيه، بيقول بس هو ما بيروحش المستشفى، ده يبقى اسمه حكيم. إنما لو كان بيروح بقى الناس يشوف ويجس النبض ويشوف السخونية ويحط له كمادات، ده اسمه الآسي. فلأنه كان الراجل طبيب أطفال فهو آسي، وده موجود في الشعر العربي كتير. نعم، كان طبيب بيطري. طيب ماشي، يبقى هذا الاشتراك اللفظي، ما احنا لما بنيجي نتتبع اللفظ ايتيمولوجيا يعني نشوف دلتها بتتحور ازاي، كلمة القاسي في العربي جاية من السكة البعيدة دي، والسكة البعيدة اللي احنا مش عارفين هي بتاعت مين، زي ما قلت لكم مرة قبل كده، اوعوا تصوروا ان العبرية دي لغة اليهود، دي لهجة من اللهجات الكنعانية، والكنعانيين دول عرب، فاللهجة دي خدوها زي ما قلت لكم الشهر اللي فات، ناس مع الوقت يعني جايين من جنوب العراق كانوا بيتكلموا حاجة تانية واختصوا بيها وقرنوها بالعقيدة، فبقى دي الديانة العبرية. فيش حاجة اسمها الديانة العبرية، في حاجة اسمها الديانة اليهودية، وما فيش حاجة اسمها الديانة اليهودية. ده في اليهودية الرسمية اللي هو ربنا كرمهم دول وعملوا مجتمع، وفي يهوديات أخرى زي السامريين اللي هم برضو ناس في حالهم عشان زي ما قلت لكم في جبل نابلس وبيتطهروا مش عايزين مشاكل، وزي الأثينيين اللي الزمن ما رحمهمش، ولكن شهادات المؤرخين بتثبت ان الفترة من القرن الثاني قبل الميلاد الى القرن الثاني بعد الميلاد كانوا لا مجتمعات أساسية، يعني مجتمع أساسي وملموس وحاكي ومحكي عنه وله وجود كبير. أخيرا إذا نظرنا للديانات الثلاث بحسب المفهوم العام، اليهودية والمسيحية والإسلام، أو الديانة الواحدة بحسب رؤيتنا للموضوع، هنجد نفس النسق بيتم كل مرة، وده اللي بدأنا بيه الكلام.
اليهودية الحاخامية اللي موجودة دلوقتي، شاس وجماعة دول التلموديين دول، دول اسمهم ايه في التصنيف؟ اورثودوكس، لانه دول بيزعموا ان هم الايمان القويم او الطريق القويم، وكلمة اورثودوكس سابقة على المسيحية اصلا. يعني الكنائس بتاعتنا دي، سواء الاقباط او اليونانيين اللي هم الاورثودوكس او السوريين الاورثودوكس، دول برضو شايفين ان عقيدتهم هم هي الصح. اهل السنة والجماعة اللي هم احنا يعني ما شايفين انه هم برضو. طب ايه السيميوليشن والمماثلة؟ ده نسق واحد بقى. احنا عمالين نتخانق عن على ايه؟ ده احنا نفس النظام ونفس الانشقاقات وحتى حتة الارض اللي بنتخانق عليها مش هي. كفاية كده بقى، عشان لسه عامل يهوديات متصل وعندنا يعني دقائق كده لو في أسئلة في اللي أنا قلته. أوكي، شكرا. تفضل تفضل. الفرق بين اليهودية، ده سؤال مهم. كل جماعة دينية ترى إنها مالكة اليقين الوحيد، فإذا كثر عدد هذه الجماعة تأكد عندهم هذا الزعم واعتبروا أنفسهم هم أصحاب الطريق القويم يعني الأرثوذكسي. فاللي موجودين في إسرائيل دلوقتي هم الكثرة من اليهود، فبيعتبروا إن الأسينية والسامرية والاتجاهات الأخرى دي مش هو الصح، ده إحنا الصح. زي ما في مصر أو في البلاد العربية الأكثرية سنية، فبالتالي هم أرثوذكس. ده قياسا على العدد، عدد الأتباع. أوكي، ناخد سؤال تاني واحد بس. اليهودية الحاخامية الموجودة في إسرائيل حاليا، ما هي أرثوذكس يعني formal doctrine of this religion. يا سيدي أرثوذكس تعني حرفيا الإيمان القويم والطريق المستقيم، فكل جماعة عقائدية داخل ديانة بها عدة مذاهب تزعم إنها هم أصحاب الطريق القويم، فلما يزداد عددهم على حساب عدد المؤمنين بالمذاهب الأخرى داخل الديانة يصبح إن هؤلاء هم الأرثوذكس أو العمود الرسمي للديانة، والآخرين هم الانشقاقات. وأنا بقول أو بتبنى فكرة، لا، أنا هشوف العقائد دي في لوحة واحدة. واضح؟ يا سيدي ماشي، يا سيدي اوكي، انا بقرب الفكره. اليهوديه السائده في اسرائيل الحاخاميه الحاليه هي الناطق الرسمي باسم اليهوديه في العالم، لكنها ليست الصوره الوحيده لليهوديه. وان زعمت الارثوذكسيه لها بأن هي الإيمان القويم، فهذا لا يلغي وجود جماعات أكثر رقيا بكثير
من اليهودية التلمودية دي زي الأسينية، إنما الزمن لم يسمح لها بالتواصل. وعشان نتواصل نوقف المناقشة هنا ونلتقي الشهر القادم. شكراً.